مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج الحدث، والذي سنتناول فيه تطورات الوضع جراء وباء كورونا. أسعد باستضافة البروفيسور رضا جيجيك، رئيس مصلحة مخبر أمراض المناعة بمستشفى ابن مسوس. مساء الخير. البروفيسور مجيد ثابتي، رئيس مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى الشراقة. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. العفو. والأستاذ بن عمروش بلال، إمام خطيب بجامع كيتشاوا. مرحبا ومساء النور، شكرا. أهلا بك استضافة. العفو. بداية بروفيسور جيجيك، اليوم تعدينا عتبة 500 إصابة مؤكدة جديدة، ما طالبك؟ أن هو صح في الحقيقة أن هذا الأسبوعين رانا نشوف الحالات راهي تتكاثر، رانا في وضع صعب حرج. نظن لازم المواطن الكريم يفهم باللي لازم الانضباط، لازم الانضباط وعدم التراخي باش نسيو نسهلوا الامر هذا للطواقم الطبيه والطواقم الاداريه والشبه الطبيه في المستشفيات. وكن نتحلاو بالانضباط ونتحلاو يعني بكل هذا الوسائل هادو تاع الوقايه وكلش، حتنقصوا شويه الانتشار وحينقص الضغط على المستشفيات. نظن راه وقت صعيب ولازم كلنا نتضافروا الجهود باش نتعداو هذه المرحله الصعبه. نعم. بروفيسور ثابتي، للاسف الجديد يعني رانا نشوفوا اليوم ارتفاع، واليوم يعني فتنا عقبه 500 مصاب، ربما هذا العدد راح يرتفع ما نتمنوهاش على كل حال، ولكن يعني كما نقولوا حنايا يعني لا ريبونس تاع المجتمع اليوم، وكان يعني متوقع نوعا ما، كان متوقع لانه كي نديروا التشخيص تاع الارقام، لوتوبسي تاع الارقام، الحمد لله يعني عدد الوفيات 10 وفيات، يعني ما تعداش فوق 10 وفيات. نعم. رحمهم الله، وحنا كي نقولوا كي توفى جزائري رانا نحسوا يعني بألم شديد. واش يقولوا 10 وفيات؟ نقدر نقولوا يعني الاطباء المئزر الابيض راه يعني قائم بالواجب، يعني السيرفيس دو ريانيماسيون، الفحوصات ايتو، يعني لو كان ما فيهش يعني قيام بواجب يعني واقعي، ربما عدد الوفيات راح يرتفع. ولكن كي نشوفوا ارتفاع عدد المصابين يعني يعود الى سلوكات المجتمع، لكن ماهوش يعني غير سلوكات تاع المجتمع، لانه كما نقولوا حنايا لا ريسبونسابيليتي، رانا كاع مسؤولين في هذه قضيه الكوفيد، ولكن المجتمع ما لعبش دوره. ولكن ما نقولش كل المجتمع الجزائري، ما لازم نقولوا كاين ناس يعني تواجبوا لهذا الوضع، ولكن فيه فئه تاع المجتمع يعني المعامله تاعهم سيئه جدا. يعني يا اخي ما تامنش بالكوفيد، بصح ما تروحش يعني دير اشاعات وتقول كوفيد وتزيد تهدر وتزيد تشيعها. نو، ما انت كيما نقولوا بلاك ربي وما تستعرفش بالكوفيد، خليها في راسك. نعم. خليها في راسك، ولكن باش تبدا تهدر وتقول اشاعات، حنا شفناهم يعني ناس نتلاقاوهم في اسمو يهدروا ما كاش وسيسنا واسمو، وهذه الامور اليوم يعني خطيره جدا. لانه والله يعني الفيروس راهو واقعي حقيقي وخطير، وخطير جدا. وقلتها في الحصه السابقه، لو كان نخليو هذا الامر حتى وين تدخل الموتى في كل عائله جزائريه، وباش تامن بلي هذا الامر حقيقي، تما راح نفقدوا 10% و20% تاع الجزائريين. دونك عدم الوعي كما قال زميلي، عدم الالتزام وعدم الانضباط تاع بعض من الجزائريين ادى الى الحاله الخطيره اللي رناها فيها اليوم. ولكن عندنا فرصه، نقول الناس متفائلين، شفنا يعني كما قلنا في الحصه السابقه، تبدل نوع من لا كوميونيكاسيون، تبدلت نوعا ما. شفنا حقيقه على المستوى تاع يعني الحي وين راني، وين شفنا يعني الوعي عاود ولا شويه، الناس بدات تخاف. وربما ارتفاع تاع العدد ال 500 و 520 بدا يخوف نوعا ما الناس.
يعني كنا في بعض يعني في لا بيريود اللي فاتت 100 كنا في 100 اليوم العدد دا يرتفع وحقيقه يعني لغه الارقام تخوف ولكن احنا ما راناش حابين كاطباء اخصائيين هذا العدد يزيد ما حبيناش هذا العدد يزيد وباش يخافوا الجزائريين يعني نخرجوا من فخه نولوا في فخه واحده اخرى نعم ودونك القيام بالواجب اللي راكم تقوموا به والاطباء يعني هام جدا يعني التوعيه اليوم حقيقه لازم تكون يعني كل دقيقه يعني ما يكونش فيه يعني انقطاع لانه ربما في صرا فيه لانه لو كان عاودوا نقولوا ولا شهر ماس فيه مراحل نعم. ولكن المرحله الاخيره تاع قبل العيد هناك تراخي فوالا وفيه تراخي وحنا رانا على ابواب تاع العيد دونك الفخه اللي طحنا فيها في عيد صغير ما لازمش نطيحوا فيها في العيد في هذا العيد. نعم استاذ بلال الكل يجمع على انه عدم الالتزام والتراخي والاستهتار هو يؤدي إلى هذه الأرقام التي تتصاعد يوم بعد يوم يعني بغض النظر عن الجانب الطبي أو العلمي نحن مسلمين أين الوازع الديني بالنسبة لهذا الفرد المسلم الذي يساهم باستهتاره لإصابة الآخرين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله نتأسف عندما نصل إلى هذه الأعداد المخيفة كما كان تفضل الآن الأساتذة الكرام يعني شيء يؤسف وشيء يخلع لأنه كنا عتبة أقل من 100 تفأنا خيرا نعم باللي الأرقام راهي تتراجع باللي كاين التزام باللي وفي نفس الوقت نصطدم بواقع أننا تخطينا عتبة فتنا عتبة 500 نعم شيء مخيف فهذا من منظور الشرعي بعض الجزائريين بعض الإخوة ما كانش التزام استهتار بالإجراءات الوقاية بالأقنعة الواقية بالتباعد الاجتماعي بهذا الأمر اللي نشوفه في الأسواق في المراكز التجارية وكذا وبعض الأحيان الناس تقول باللي كورونا ما كاش نعم. كورونا ما كاش لنفسي لكن الضرر هذا ويتعدى والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار ما نضر نفسي ما نضر غيري حبيت تضر نفسك بينك وبين مولك تتحاسب عليها لكن أنك تضر الآخرين والآخرين شكون هما الناس لو عايشين معك بدرجة أولى والديك في البيت زوجتك أبنائك المحيط اللي راهو داير بيك لك تقعد معهم في الحومة لك تدخل معهم للسوق نعم فالله الوازع الديني يفرض علينا باش نمتثل لأمر الله الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهذا الالتزام بالإجراءات فيه حياة ليك كشخص لي كشخص وحياة للآخرين كيف أستجيب لأمر الله عز وجل بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر في هذه المسألة نعم من المسؤول من الأطباء أو يقول لك باللي هذا المرض هو كيفاش يتعدى هو كيفاش يعدي هو كيفاش ينتشر وعندما نقول في بعض الجزائريين لكن هذاك البعض العدوى تاعهم راهي تمثل الكثيرين الآخرين نعم ما تقعش غير في البعض والآن نسمع بالأعداد قد نصل لنا نتعدى هذا العدد اللي رانا به اليوم فللأسف الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذه الأشخاص رهم يلقوا بنفسهم إلى التهلكة ويلقوا بالآخرين إلى التهلكة والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فأخذوا الحيطة والحذر نعم. هي من مقاصد شرعنا الحنيف نعم بروفيسور جيجيك الآن مع هذا الاستهتار مع هذا اللامبالاة تقرر إجراء أو إجراء كما قلت بعض الإجراءات الجديدة من طرف المجلس الوزاري الأخير بمنع التنقل بين ومن وإلى 29 ولاية وإعطاء التعليمات للولاة لأخذ القرارات حسب ما يدور في ولاياتهم هل تظنون بحد الآن أن هذا الإجراء الوحيد الذي يمكن أن نجابه به هذه الحالة؟ شكرا أنا ما مش نقدر نقول لكم بلي في حالة الجائحة هذه تاع كوفيد 19 الأمور غير مستقرة
نعم. يعني انا شفت واش صرا في مارس في ابريل في ماي ودركا جوان وجوليا، يعني التغيرات راهي في كل اسبوع كل 10 ايام كان امور جديده علميا الوباء هذا كيفاش ينتشر، ولازمنا يكون عندنا السرعه في التاقلم واخذ القرارات اللازمه. نظن القرارات اللي خديناها في مارس كانت في محلها، وكان عندنا قرارات وطنيه يعني داروا الامور على الوطن. نعم. ونظن درك مع هذا تفاقم الحالات هذه المده الاخيره لازمنا استراتيجيه اخرى، لازم نتاقلموا ونديروا استراتيجيه اخرى ونروحوا كما قلنا في الاسبوع اللي فات الى 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 قرارات محليه. نظن الاجراءات اللي اخذتها الحكومه في الأسبوع اللي فات هي قررت في يعني جد كما يقولوا بيان سيبلي. علاش؟ خاطرش المشكلة راهو في الإحياء، راهو في البلديات. نظن هاتوا الصلاحية الكاملة لرئيس بلدية ولا دايرة ولا الليوالي باش يقدر يتحكم ويسيطر على يعني لا ريجون تاعو وياخذ القرارات اللازمة بطريقة سريعة. ما نستناوش حتى يكون يعني في المستوى الوزارة ولا على مستوى الوزارة على المستوى الاخر، ما عندهمش النظرة يعني الكافية واش راهو صاير في الحي الفلاني في العلمة في عين الكبيرة في عين زال. لازم يكونوا مسؤولين محليين ياخذوا قرارات. كاين خطر في السوق الفلاني، رئيس البلدية يغلقوه. دونك لازم نروحوا الاجراءات هذه المحليه، نظن نثمن هذه الاجراءات، وان اي رئيس بلديه لازم كيشوف خطر في البلديه تاعو يوقف الخطر هذاك. نعم. باش نقدروا نوقفوا هذا الانتشار تاع هذا الوباء. نشوفوا يعني في ستيف كان عائلات كامله مرضت. نعم. كان احياء كامله، وكان كان مسؤول محلي كان يوقف ياخذ قرارات يوقف الانتشار. على مستوى الوزاره على مستوى يعني الوطني ما نقدروش نشوفوا الامور هذو. نعم. نظن اعطوا المسؤوليه الكامله لرؤساء البلديه والدوائر والولايات باش ياخذوا القرارات اللازمه لايقاف الانتشار. هي فكره تكون في الصميم، ونظن على اسبوع اسبوعين حنشوفوا النتيجه تاع ان شاء الله يكون الحالات يعني تستقر ولا تنزل شويه. نعم. بروفيسور ثابتي. قال الزميل يعني الحاله استثنائيه، اجراءات استثنائيه، ولكن انا والله يعني كنت حبيت يعني هذه الاجراءات اللي مشابهه الوزير الاول يكونوا في شهر ابريل. نعم. ولو يعني مشينا يعني نغلقوا الولايات، خاصة كانت عندنا زوج ولايات، كانت عندنا ولاية بوليدة وولاية الجزائر. نعم. يعني لو كان غلقنا يعني في اسمه، ولكن في هذيك الحالة كما قال الزميل يعني ليفوليسيون تاع الكورونا فيروس تبدلت، الأمور تبدلت، ولازم نعرفوا بلي هذا الوباء ما نعرفوش، يعني الجائحة هذه جاتنا يعني صدفة. نعم. ما قدرناش ما عرفناش، ولكن اليوم يعني لازم نوليو كيك شوز دو سيبلي، لازم نقيسوا مستهدفه، ولازم قبل رئيس البلديه. انا حبيت نستهدف الاولياء، لان العائله هي خليط المجتمع. نعم. يعني والله صدقني كي تشوف اب وام ما يتحاورش مع ولاده على الكورونا، ولا يخرج في الليل وما يحترمش الحجر الصحي وما يحترمش الحجر الوقائي، واش راك تستنى من هذه العائله؟ نعم. ونوليو يعني رئيس البلديه، رئيس هو اللي يحمي البلديه تاعو، ولكن ما يقدرش يحميها غير بوسمو بلا كومينيكاسيون. يا ناس ديروا، كاين ناس راهي يعني خارجه الطريق. نعم. خارجه الطريق فعلا. نعم. يعني يقول لك انا ما نستعرف ما والو، راهي قوه القانون. يعني انا لو ديسكور اللي داروا الوزير الاول السيد جراد، يعني حسيت باللي هذه المره يعني كاين نوع من الانضباط ونوع من الخطوره، ويعني حب يقيس المجتمع الجزائري بصرامه، وهي ما راهيش كما نقولوا حنايا القمع. لازم المجتمع الجزائري يفهم ما راناش في القمع، يعني الاجراءات اللي جات ما راهيش في القمع، راهي في صالحه. لذا نقول يعني الناس اللي راهي تخالف القانون، لانه تخالف القانون، وشفنا في بعض البلديات ما نقولوش اسماواتهم وين كاين يعني رئيس البلديه بالشرطه بناسته، يا اخي ما درتش القناع، اعطيني مليون بروسي، اعطيني كوارتك، والله لا تسقمت الحاله. نعم. والله لا تسقمت، ولكن خصوصيه الجزائري ما تعاملوش بممارسه تاع بالسيف نحتم عليك، كاين احترام، يعني ميم في تطبيق القانون يكون فيه احترام. واليوم الولاد ورئاس البلديات لازم هادو يتحاسبوا،
لازم اليوم وين كاين ولايات وين الوباء انخفض حقيقة سافدير خدمه. نعم. ولكن كاين ربما بعض الولايات ولا رؤساء الدوائر والبلديات ولا شفنا ارتفاع داك في خلل. يكون في خلل. دونك اليوم لازم تكون فيه تقييم. ما نقدروش نخلوها هكذا لأنه ما يخفالكش رانا في الدخول الاجتماعي. لازم اليوم نخمو رانا في أكتوبر وفي سبتمبر. فيه دخول جامعي. فيه دخول مدرسي. في دخول اجتماعي لازم علينا هذا العدد لازم يعاود يهبط. نعم. ما نقدروش نكملوا هكذا. ايماجين كما نقولوا حنايا في شهر سبتمبر نولوا في 2000 و 3000 حتى ما تقدرش تولي حاله عاديه. نعم. وندخلوا يعني في صدمه وندخلوا في مشاكل اخرى لربنا ربما ما راناش قادرين نواجهوهم. لذا عندنا فرصه اليوم. فرصه اتيحت لنا كأطباء كشيوخ وكإعلاميين وكل يعني لأن قضية الكوفيد ما هيش قضية شخص واحد. نعم. شخص الجميع من المسؤول إلى لو سيتويان بسيط المواطن. لذا يعني أنا نقول من الناس اللي يقول العائلة مهمة جدا. لذا يعني أطلب من كل الجزائريين كل أولياء يعني الحالة راهي خطيرة رانا في حرب. نعم. رانا في حرب رانا في عدو والله العظيم راهي قضية حياة أو موت. نعم. أستاذ بلال هناك من يشكك هناك من لا يبالي ربما لعدم معرفة أو عدم علم ولكن هناك من يعرف ويقصد التهويل ويزرع الإشاعة كيف ترى هؤلاء الأشخاص في مجتمعنا في هذه الجائحة وفي هذا الظرف بالذات ويشكك حتى في ما يأتي من السلطات العليا للبلاد أو المحلية ويقول بأنه هذا كذب وهذا غير معقول. جاء وقت لازم تضافر الجميع تضافر الجميع باش نحبسوا هذه الإشاعات لأنه الآن تشكيك حتى في العدد تاع الإحصائيات على الكوفيد الإشاعة في الوسط الاجتماعي نشر صور غير لائقة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا فالآن جاء وقت تضافر الجميع كل على حسب موقعه ومنصبه وطاقته فالإمام يلعب الدور تاعه في المسجد في الجانب صفحة التواصل الاجتماعي عبر مكبرات الصوت كما رأينا في منذ بداية هذه الجائحة الإعلامي في المنبر الإعلام البروفيسور والأستاذ والطبيب في المنبر الصحي باش نتصدى لمثل هذه الشائعات لأنه لحقنا وقت كما تفضل الآن البروفيسور قضية النواة الأولى وهي الأسرة فنحن نتصدى الوباء ونتصدى الجائحة طيب الجانب العلمي الجانب الطبي لكن هناك الجانب التوعوي اللي يبدأ بالأسرة وعندما نقول الأسرة النواة تاعها نصيحة الأب اللي ينصح ينصح بنته ينصح وليده وليده لو يخرج ويستهتر يعود يدخل ليه ينصحه باش يعرف هذا الابن باللي هذا الشائعه لو يقول بلي شائعه وما كاش منها لازم باباه يلحق له الفكره باللي يا وليدي هذه ماشي شائعه يا وحفي من طفرت فلحقنا الان الجائحه نقولها لها نقولها في الحومه وقلتها في مكبر الصوت في صفحات التواصل الاجتماعي ما حسب هذه الجمره تاع الكورونا غير اللي حرقاته غير اللي عفس عليها غير اللي عفس عليها وغير اللي حرقاته اللي نقاس المحيط تاعو جاره فاميلته باباه يماه يسمع احباب اصحاب فاميليا تما راهي قاسته لكن هو يقول لك وين راه راهي بعيد عليا كاش واحد شفته ما رد اذا انا وجهت سؤال شحال من واحد الناس يقولوا هذا الكلام نقول لهم معليش نمشي معك في هذا المنطلق هاي الان نروحوا لمصلحه الكوفيد في سبيطار القطار نسكن في القصبة نروح لسبيطار القطار عندك استعداد تدخل لسبيطار القطار بلا واقي بلا قناع واقي بلا لباس واقي ما يدخلش والله ما يدخل نعم علاش ليدو بسيشيكمو لا بالو بلي كاين فهذا راه استهتار بالواقع لكن ندخل لمستشفى القطار ولا مصلحة استعجالات في مصطفى مستشفى ماي مصطفى باشا ما يدخلش نعم علاش لانه الداخل وفو في القلب تاعو على بالو بلي كاين مرض نعم لكن استهتار لانه ما قاسوش نعم يعني لو سمحت تفضل تفضل شكرا اسمح لي والله انا تلاقيت مع واحد قال لي انا ما استعرفش بالكوفيد مو اسمه قلت له بحقك قلت له بصح انا نقول لك واحد الحاجه
ايا نديك واحد كوفيد سلم عليه. جاوبني برك قلت له يا اخي هكذا والله حقيقه قلت له سلم عليه وخلاص. قال لي ما نقدرش. لماذا هذا الكلام؟ يعني شوف يعني كما قال الاستاذ الداخل قناعه وبرا قناعه. وهذا من خصوصيات يعني المجتمع الجزائري سور لو بلون سيكاتريك عندنا ما نقولوا. ومهما يكون مستوى تاعو خاصه نحكي لكم ثاني انيكتوت يعني نقولوا المواطن البسيط ثاني كان ناس مواطنين عندهم يعني كفاءات وراهم درسوا القانون. كان واحد راجل تاع قانون يعني سقسى واحد الزميله قالها صح كان كورونا هذا يعني مهما يكون مستوى تاع المواطن مازال الناس تشكك. كان هذا الشك اللي كاين فيهم السيطره مغروس في قلوبهم غير مفهوم. بروفيسور جيجي ظاهره اخرى خطيرة جدا تعود هذه الأيام جراء هذا الوباء وتمس الطواقم الطبية. هناك ارتكاب العديد من الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين وحتى المواطنين يعني داخل بعض المستشفيات وغيرها من الهياكل الصحية، مصحوبة أحيانا بأعمال إتلاف وتدمير أملاك عمومية ومعدات طبية. تفضل بروفيسور. شكرا على السؤال يعني صح حاجه مهمه هذه. شوف الاعتداءات احنا في المستشفيات مولفينها يعني قبل الكورونا اثناء الكورونا ونظن زادت تكاثرت. هي احنا كوم دي براتيسيان في المستشفيات نندد يعني بشده ضد هذه الاعتداءات ضد الزملاء تاعنا في المستشفيات. يعني غير مفهوم كيفاش مواطن يجي المستشفى باش يعالجوه يكسر كل حاله ويضرب الطبيب او الطبيبه والفرملي. هذه سلوك يعني غير يعني نظن نظن لازم هذا الشيء يحبس. نظن الزملاء تاعنا عده مرات داروا ضربات، داروا الزملاء الصغار تاعنا لي ريزيدون كيكونوا في الاستعجالات يعني تلقاو امور اللي ما يضربوش يشتموه. نعم. واللي ما يشتبكش يكسر عليك الباب، يكسر عليك كل يومين. احنا في مستشفى بني مسوس عندنا في الاستعجالات باب تاع الزجاج كل اسبوع نعاودوها تتكسر. نعم. يعني نظن لازم يكون قانون صارم، نطلب يعني في هذا المنبر باش نطبقوا القانون. سناتي الى القانون بروفيسور. نحكوا على هذه الظاهره فقط. يعني انا نقول لك الظاهره هذه ما نفهمهاش كيفاش تجي تطلب المساعده باش يعالجك واحد وتجي تشتمو وتسبو ولا يعني غير مفهوم. يعني الناس ولات يعني يجي المستشفى لازم يسب الطبيب قدامه لازم يكون الامور يعني شوفوا يعني الام في نروح الاستعجالات في دول يعني كيما بريطانيا الاستعجالات نستنى عده ساعات ولكن الناس منضبطه كل واحد الدور تاعو كل واحد الامر تاعو يعني الطبي يستنى اللي عنده حاجه امر طبيه خطيره يجوز تمتم اللي يقدر يستنى 6 ساعات يستنى اللي يستنى 9 ساعات. احنا الشعب تاعنا كله يعني منرفز كله كل الناس قاعده تحب تجوز يعني امور غريبة والله صح غريبة في مجتمعنا. نعم بروفيسور مجيد أكثر من كل هذا مع توفر وسائل الاتصال الاجتماعي أصبح تنزل فيديوهات لهذه الأعمال وكأنه هذا الأشخاص لست أدري ماذا يقصدون بهذا يعني. هتوضة الجزائر ما كاش تعليق واحد آخر يعني كي نولي الظاهرة تاع شتم الأطباء هذه الظاهرة كانت عندها أعوام عندها أكثر من 30 سنة. أنا كي كنت متربص في مستشفى باب الواد كنا نخافوا ما نقدروش يعني نخرج في مرحلة الإرهاب كنا يسبونا يشتمونا ايتو. ولكن السؤال المطروح ماهوش لماذا لحقنا لهذا كيف لحقنا إلى هذه الدرجة. نعم يعني فيه كثير من لي ديفايونس كاين فيه كثير من عرقل خلات لحقوا لهذه الدرجه. انا حاجه مليحه كي لحقنا لهذه الدرجه لانه لو كان ما لحقناش هذه الدرجه ما راحش يكون قانون صارم. نعم اليوم يعني بانت الحاله لانه الكوفيد رغم يعني فيه دار ولكن فيه ايجابيات. يعني اليوم الطبيب اللي تشتم ما راحش يقبلها. انا ما نقبلهاش. نعم وشفنا رئيس الجمهوريه يعني طلبوا باش يكون فيه قانون صارم. نعم لازم يكون فيه قانون صارم وماهوش غير الاطباء لانه الظاهره تاع لا فيولونس راهي ظاهره اجتماعيه كل يوم
حنا شفنا ناس يعني معنا امام كل يوم. حتى الائمه كانوا يتعرضوا لمثل هذا. والناس اللي راهي نولي السؤال تاعك كي تفضلت به وين يعني الناس تيتيليزي لي ريزو سوسيو وتتصور وتوري واش راح يبين واش راح يبين. ولكن خليه يدير واش يحب، ولكن لازم الناس ما تامنش بهذه الامور. يعني الاشاعات عبر لي ريزو سوسيو الناس تامن. والله نقول واحد كانت واحد الجزائري يعني تبدلت سلوكات تاعو ولا يامن بحاجه اللي ما كاش منها. نعم. ولكن كي تقول له الحقيقه يولي ما امنكش. يعني في حكايه الذئب معروفه لا فابل وين كان يرعى قال يعني اليوم نشوف اسكو يعني تاع الفيلاج تاع القريه اش كيحبوني يجوا ليا. قال اليوم روحوا جديب جاو يجريوا وراه الديب هذا ما كاش اليوم. مره ثانيه جاو ونهار جديب تاع الصح ما جاش حتى واحد. دونك فيها عبره وفيها حكمه. نعم. يعني اليوم الجزائري لذا قلت يعني لازم يكون في هذه اللجنه المتابعه الوباء يكونوا فيه اخصائيين دي سوسيولوج علم الاجتماع دي بسيكاتر دي بسيكولوج لانه البروبليم راهو غامق جدا ملتي ديسيبلينار ماهوش سطحي لانه سي لا بارتي فيزيبل تاع الايسبرغ. الحاجه اللي راهي مغمومه راهي لتحت ولذا يعني لازم نروحوا غير بالعقل. نعم. ما لازمش نكسروا سيتادير هذا المجتمع لانه الجزائري مليح في قلبه والله لا مليح. نعم. يعني حقيقة شفناه في زلزال 2003 في حرب التحرير شفناه في وقت الإرهاب. يعني الجزائري أوفون والله غير حنين. نعم. ولكن المعاملة هنا بروفيسور سامحني نحن لا نحكي نقصد كل الجزائريين نحكي على حالات طبعا. نعم. يعني حالات الجزائري ولكن الفئة هذه اللي راح يعني تدير يعني في التواصل المشاكل. نعم. المشاكل هي ما كاش واسمه هي قوة القانون. نعم. أنا هي قوة القانون يعني. نعم. أمام العدالة ويتحاسب كل راهم مسؤولين. نعم. ماهوش مريض يعني مهبول ولا دارها باسمه راهو دارها عنده قصد كي دارها ولحسن الحظ أنها محدودة هذه الحالة. الحمد لله. أستاذ بلال طبيب أو ممرض أو إداري بمستشفى منذ 5 أشهر وهو يعمل ويشتغل بعيد على بيته بعيد على أولاده يقدم في خدمة لهذا المواطن 24 ساعة يتعرض للخطر الإصابة بالفيروس وللموت وشهدنا وفاة عديد الأطباء وكذلك من الممرضين وحتى سائقي سيارات الإسعاف. كيف ترى أنت سلوك مثل هذا من مواطن يضرب ويشتم ويكسر إلى غير ذلك؟ كما يقول مثل الشعبي تاعنا الله يحسن العون. الله يحسن عون الطبيب والممرض والإداري في المستشفى والعون الأمن. يعني خوتنا وحييهم من هذا المنبر تحية أخوة. نعم. أنهم تقريبا 4 شهور أو ما يزيد عن 4 أشهر كاين اللي ما شافش ماليه كاين اللي ما شافش يماه باباه ولاده. نعم. الناس تحرمت من أهلها تحرمت من محياتها. نعم. هذا إنسان يحتاج إلى ترفيه ويحتاج إلى يقعد راسه ويحتاج إلى راحة نفسية. نعم. فهم خوتنا حرموا وأنتم أهل الاختصاص حرموا من هذا الحق من حق الإنساني باش يجي واحد وتصرفات فردية هذه الحمد لله ماهيش تصرفات جماعية يجي واحد. نعم. يسب الطبيب ويشتم الطبيب ولا الممرض والتشهير قد نشوف في بعض المستشفيات نشوفوا حالات خاصة نادرة. نعم. قال تقصير من طرف إدارة ولا تقصير من طرف مصلحة وكذا مباشرة التشهير. نعم. لا يجوز إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا الله عز وجل حرم. هناك صنف من الناس حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين إذا رأوا حسنة ستروها. نعم. وإن رأوا سيئة أذعوها. علاش ماشي الان نجيب التواصل الاجتماعي ندير الكاميري حاجه الايجابيه والايجابيه راه اكثر من السلبيه في المستشفيات تاعنا خاصه في هذه الجائحه. علاش ما ننشرش الايجابيه تاع الاطباء الاطقم الطبيه اصحاب المآزل البيضاء كيفاش راهم يسوفليو كيفاش راهم يرقدوا فوق الكراسه كيفاش راهم يرقدوا يعني حاله. نعم. علاش ما ننشرش هذه الامور هذه. نعم. نشوف التعب تاعهم الجهاد تاعهم هذا جهاد. نعم. فنجي نروح نشوف الحاجه السلبيه ننشرها
واليوم ولينا نامنوا حاجه اللي تكون في صفحه التواصل الاجتماعي هذيك اللي نامنوها. نعم. لو كان تجي من جهه رسميه كقناه وكذا على ما نامنهاش هذه. نعم. فهذا شيء خطأ، والله عز وجل حرم علينا الاعتداء. عندما نجينا يجي شخص يعتدي على طبيب، هذا اعتداء على إنسانية، ما نقولوش وظيفة برك، اعتداء على إنسانية، هذا جريمة في حق البشرية. نعم. هذا الطبيب هذا راه يحافظ على صحتنا ويحافظ على يقينا من الأضرار والأمراض، ماشي غير في جائحة كورونا، على مدار الحياة، على مدار السنة. ربي حرم الاعتداء، قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. زيد إذا كان السب والشتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. نعم. ما يجوز الاعتداء لا باليد لا باللسان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا هو شأن المؤمن. شفت روحك بلي قصروا في حقك، كاين جهات مسؤوله وين تروح؟ كاين القانون، الاطار القانوني. نعم. كاين هذا المستشفى فيه اداره، الحمد لله شفنا تحرك تاع وزير الصحة وهو مشكور، تحرك إلى عدة مصالح، إلى عدة مستشفيات، عندما يتبين يعني حقيقة باللي هناك تقصير من إدارة، من إدارة محلية في مستشفى ولا في مصلحة، الحمد لله مشكورين على هذا الأمر. لكن أنني نروح مباشرة نعتدي وما تقول اسمح. نعم لا يمكن. لا. وما صح واش يقول الشيخ، يعني صح كي نجي يا سيدي كان تقصير صوب الطبيب ما كاش، كاين قنوات يعني باش كان مسؤولين فوق الطبيب هذا، كان اداره، كان لازم نتعلموا يكون عندنا سلوك حضاري. نعم. سلوك حضاري، قصروا في امري نشكي قال هذا، ولكن تحت تعتدي واش تحت تربح؟ نعم. مع الاخير يعتدي على الطبيب والطبيب يداويه ويقول له اسمح لي، بعد يكمل يقول له اسمحوا لي ما كنتش مليح، يزيد يداويه مع الاخير يداويه ومن بعد يقول وبعد يسلم عليه يقول له اسمح لي خلاص قدرت. نعم. هاك سبيتو واش بقى؟ علاه نقولوا الناس لازم يكونوا لهم يتحلوا بالسلوك الحضاري، قصروا في حقك يا خويا، كان كل واحد عنده مسؤول تاعو. نعم. اي طبيب يعني اللي فوقه ولا اي ممرض ولا اداري، كاين مسؤولين، تقدر تكتب للوزير، تكتب للاخر، اكتب لي من حبيت، قال يا ودي جيت اليوم الفلاني ما قاموش بيا، داروا لي هكذا داروا، ولكن تضربوش حتجيب. نعم. ما تجيب اي نتيجه. نعم. اضافه للسلوك الحضاري هناك القانون الذي يجب ان يكون، ولذا قرر رئيس الجمهورية تدعيم وتعزيز نظام حماية جميع العاملين في المجال الطبي وشبه الطبي والإداري بموجب نص قانوني، فضلا عن النظام المنصوص عليه في قوانين الجمهورية السابقة. وأعطى تعليمات لكل من وزير العدل حافظ الأختام، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، وكذا الولاة، لحملهم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على ضوء توجيهات الرئيس. اليوم كذلك وزير العدل وفي هذا الإطار أصدر مذكرة، تضمنت المذكرة تعليمات بضرورة اللجوء تلقائيا إلى إيقاف الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال، وإلى اتخاذ إجراءات التوقيف للنظر في شأنهم وتقديمهم وجوبا أمام وكيل الجمهورية، مع تقديم التماسات صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم، واستئناف الأوامر والأحكام المخالفة لهذه الالتماسات. تفضل بروفيسور. والله احنا هذه حقيقة يعني درك اللي يجي يكسر المشفيات ويستعد، أنا نظن لازم يكون قانون، لازم قانون يكون صارم ضد هاد الأشخاص، هاد الناس اللي يتعاملوا مع المستشفيات بهذه الطريقه. نظن نعم. لازم نوقفوا الظاهره، ما عندناش خيار اخر، خاطر قلنا قبلت الظاهره دي ما بدات في الكوفيد، لكن الظاهره موجوده في المجتمع تاعنا. نعم. كان بعض الفئات تجي تداوي الى ما تثبتش طبيبه تكسرت الاملاك العموميه في المستشفيات. نعم. يعني كان امور ضد عده مرات نعاودوهم المستشفيات، خاطر اللي يجي يتنرفز يجي يكسر. نعم. لازم الان حان الاوان يعني باش نطبقوا القانون، باش نحبسوا هذه الظاهره بطريقه صارمه، واللي تعدى يكسر حاجه ويزازم يتحاسب على واش يدير في المستشفى، يشتم يضرب يكسر لازم يتحاسب. نعم بروفيسور ثابتي، خاصة في هذه الحالة طواقمنا الطبية محتاجة إلى من يرفع معنوياتها، إلى من يساندها، ليس لمن يحبط من هذه المعنويات أو يتصرف مثل هذه التصرفات التي تسيء طبعا بالمشهد العام. تفضل. والله مؤسف جدا، يعني كما قال الأستاذ الطبيب اللي يداويك تضربوا، يعني كما نقولوا يد اللي تساعدك يا اون كويرونس، يعني هذا مشكل، يعني قضيه مجتمع، يعني يا بروبليم هنا، يا فيريتابل بروبليم. طبيب لازم نقدسوه والله العظيم، باسكو كي تروح مريض يعني بالمرض بالوجع تاعك شغل
من غير المعقول يعني تولي تخمى لونفير كما نقولوا حنايا. يعني الطبيب نورمالمون في هاد لا بيريود حنا رانا كاع نعانيو، كل واحد كيفاش راهو يعاني، وفقدنا كثير من الاطباء اصدقاء. نعم. دي زومبيلونسي دي زانفيرمي، ناس عرفناهم بولادهم ايتو. اليوم يعني قلناها في كثير من المرات، الطبيب قبل كل شيء ماهوش يسحق يعني التحفيز المادي، التحفيز المعنوي. نعم. يفو لو بروتيجي، لازم كي يخدم يحس روحو راهو امن. واليوم يعني علاش قلت يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وشفنا الظاهره عند عام او عام ونصف في قسنطينه. نعم. صارت فيها ظاهره، بصح وعلاش ما كانش فيه يعني سويت لهذيك القضيه؟ ها وين شفنا يعني مواطن دخل في بلوك اوبيراتوار عندها 18 شهر. نعم. شفوا عليها كيفاش يعني مواطن يقدر يدخل للوبيتال، يدخل للبلوك اوبيراتوار وراء لاجون سيكوريتي وراء لو ديريكتور. لذا اليوم يعني احنا رانا نخمو الجزائر الجديده، لازم تكون فيه نظره استشرافيه، لازم كل المنظومات الصحيه التربويه شؤون الدين كل منظومات لازم نعيد فيها النظر، ما نريحوش غير الطبيب تنضرب ضرب تنضرب كل يوم يتنضرب الطبيب. طبيب يعني سي لو مايون فابل تاع لا سوسيتي. وعلاش؟ لانه طبيب ماهوش قضيه ساهل، يعني ليماج اللي ديجاجيها طبيب راهو يداوي، طبيب ماهوش خاطر يعني تقدر تضربو. احنا خلاص احنا ثاني ما نقدروش دوكا ولا نزيدوا يضربوا فينا ويشتموا فينا ويكتبوا علينا ولا يشتموا. لا لا، نهار داويه طبيب مليح، نهار ما داويش طبيب ماشي مليح. نعم. لذا يعني الاجراءات اللي جا بها رئيس الجمهوريه نتمنوها كثيرا، لانها حتحمينا وحتحفزنا ونخدموا اليز. كاين ناس راهي كاين نساء الاطباء، نقدر نقول 70% بنات او اكثر او اكثر. كيفاش انا نمد بنتي تخدم في ليزيرجونس على الزوج تاع الصباح ويجي واحد يتعدى عليها وعلى ربيتها له باش تضربها انت؟ نعم. نو، لازم هذه السلوكات خطيره وخطيره جدا، لازم تتبدل وكل واحد يتحمل مسؤوليته اليوم. نعم. باسكو لو كان شوف المستشفى ماهوش غير الطبيب، تبدا من لاجون دو سيكيريتي حتى المدير، ماهيش نهضر غير على الاطباء. نعم نعم. ولو كان لاجون دو سيكيريتي ما يلعبش دوره يكون فيه خلل، ما نروحش المدير. الطبيب ما يشوفش هذه الامور، لانه شكون يحمي الطبيب؟ هاد الاداريين اللي راهم في وسمو، لو كان ما يحميوهش ما يقدرش يخدم. وكي ما تحماش واش صرا؟ علاش اليوم رانا نشوفوا كثير من الاطباء راهم يهاجروا؟ الجزائر راهي تصدر زوج محوايج، البترول والادمغه، والادمغه لور نوار ولور غري. نعم. الطبيب كيما يحس روحه محمي، قلت انا مانيش محمي، نروح البلاد اللي تحميني، ما راحش يروح باسكو كره بلاده ولا بوسمو. نو، لا، لانه ما عادش قادر يؤدي العمل تاعه في اريحيه. انا قلت لك انا بنتك ولا اختك ولا راهي تخدم على زوج تاع الصباح في عين ميناس ولا في مستشفى في العاصمه في ليزيرجونس، يجي واحد بالك زاطل وجو سي با كوا يجي يضربها ولا يقتلها لك. ولا انا واش نقول بنتي؟ روحي ما تخدميش بنتي. نعم. يحي في الدار ونخدم عليك، ولا راجلها يقول هكذا. هذه حقيقه، لازم المواطن اللي يشوف فينا اليوم لازم يسمع هذه الامور. نحن نحكي بكل صراحه فعلا ويفو دير دي فيغيتي كوم سا، وان شاء الله يعني باش جا به رئيس الجمهوريه يطبق، ماهوش راح يبقى حبر على ورق. باسكو اجراءات وشفنا اجراءات خرجوا ولكن راهم في لي تيروار ما كاش تطبيق. اليوم اللي حبينا الجزائر الجديده حبينا نبدلوا المنظومه، التطبيق والصرامه لا ريغور اي لو ترافاي. نعم. استاذ بلال، هناك القانون اذا لازم يكون يعاقب كل هذ المخالفين. هناك طبعا وهذا كما نذكر دائما انه حالات قليله، ليس كل المجتمع، لانه معظم المجتمع عنده الاخلاق، عنده الوازع الديني، لا يتصرف مثل هذه التصرفات. والشيء الثالث نظن تبقى دائما التوعيه مهمه. التوعيه والنصيحه هي الاصل، الدين النصيحه، قلنا لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. نعم. كل واحد ينصح بالقدر تاع العلم اللي عنده. نصيحه ما لازمش تكون غير من فقط من العالم او الفقيه وكذا. الاب ينصح والاستاذ ينصح والاعلامي ينصح والامام ينصح والموظف ينصح. احنا اليوم نامل ان نرى جزائر جديده، هذه الجزائر التي انادي اليها بدرجه اولى رئيس الجمهوريه،
ينادي بها الوزير الأول، ينادي بها الطاقم الوزاري، ينادي بها الأساتذة والدكاترة في المستشفيات، وكل المديرين، أفراد المجتمع، أفراد. كل حبين يتغير. الجزائر الجديدة، الجزائر الجديدة، ما رئيس الجمهورية ما عندوش خاتم سليماني يقلبوا باش تكون جزائر جديدة. جزائر جديدة اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا، اجتماعيا. قال بالسلطة اللي عنده رئيس الجمهورية وحيجعل منها جزائر جديدة بالقوة تاعه، بالسلطة تاعه، بالمنصب تاعه، ثم من ينوبه ومن ينوبه. كذلك الجزائر الجديدة، كل فرد في المجتمع الجزائري، بمعنى الجزائر الجديدة كل فرد يعرف ما له وما عليه، هذه الجزائر الجديدة. نعرف حقوق بعضنا البعض، نعرف حق الطبيب، والطبيب يعرف حق المريض اللي يجي عنده، الإمام يعرف حق المصلي لو يجي عنده الجامع يستفتيه وكذا، المصلي كذلك يعرف حق الإمام، الإعلامي، الأستاذ، البائع في السوق كذا، كل فرد في الجزائر الجديدة يعرف ما له وما عليه. نعم. هكذا نبني جزائرنا الجديدة. نعم. فهذه الرسالة اللي حبيت أن نوصلها، والأصل الالتزام بروح التعاون فيما بيننا. نعم. هذا روح التعاون فيما بينه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رئيس الجمهورية يحتاج من شعبه يعاونه، ونحن نحتاج من رئيس الجمهورية باش يعاون الشعب تاعه، والوزير الأول والبروفيسور كذا، كلنا في هذه المرحلة نحتاج إلى تضافر الجهود والشعور بالسلوك الحضاري. نعم. السلوك الحضاري باش يبدا فيه او فيك بالمواطن، هذا هو السلوك الحضاري. نعم. على ذكر السلوك الحضاري نعود لنقطه اخرى بروفيسور، السلوك الحضاري مهم، مهم جدا. نحن نقترب من عيد الاضحى المبارك، لا يخفى على الجميع، نعرف انه العائلات الجزائريه تحب هذه المناسبه الدينيه، والغالب من تقوم بذبح الأضحية في الساحات العمومية أمام المنازل مع الجيران، مع الأهل. هناك فعلا متعة في 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 هذا الاحتفال، ولكن في هذا الظرف بالذات وهذا الجائحة بالذات مع ارتفاع أعداد المصابين، كيف سيكون الحال بروفيسور جيك؟ شكرا. شوف، انا ما نتكلمش على الجانب الديني، نحكي لك على الجانب الطبي. طبعا يعني انا نقول في خطر كبير. نعم. لازم يعرف المواطن، في الاعياد تاعنا الناس تلاقى، تتغافر، تسالم الجيران، كل هذا امر خطير في هذه الجائحه كوفيد 19. نعم. دونك انا ما نقدرش نتصور ندير عيد الاضحى ونديروا التباعد الجسدي، وكيفاش راح نديروا العيد هذا، وكيفاش راح نديروا الاضحيه. نظن أمر راح يتناقض مع الوقاية. نظن كان أمور تاع هذه الأضحية نقدروا هذا العام، كيما أنا نعرف في الحج ما مش الناس اللي يذبحوا بالخر، نقدر ننوي، والناس كان مذابح يعني نقولوا رسمية. نعم. باش دير الأضحية تاعك، يعني الجانب الديني تقدر ديره، ماهوش لازم باش أنت تجيب الأضحية تاعك في البيت ويتلاقوا الجيران وتشوف الأضحيات في الأحياء والشوارع وكل هذه الأمور، أنا نظن يكون خطر كبير. نعم. بالهاتف فقط تقدر تشتري الأضحية، نشتري الأضحية، وكان مذابح رسمية ويديروها وتصدقها، راك درت الجانب الديني. أنا بور موا الجانب الديني بدرتو، ولكن باش نديرو كيما ممكن نديرو الاعوام اللي فاتوا في هذا الظرف راهو خطر كبير. نعم. لازم المواطن يعرف باللي لو كان نهبطوا للشوارع نجيبوا الاضحيات ونتلاموا كل، راهي تكون خطر على الفرد وعلى المجتمع. نعم. بروفيسور ثابتي، اليوم حتى وزارة الشؤون الدينية اصدرت بيان لا تمنع الاحتفال بهذه المناسبة وذبح الأضحية، أضحية العيد، ولكن بالالتزام بشروط الوقاية الصحية، سواء الذبح يكون في المسالخ أو في المذابح الرسمية أو عند الجزار أو عن طريق الهاتف. المهم أنه ما لا نزيد الطين بلة في هذا الظرف بالذات، لأنه طريقة الذبح المعتادة ستزيد الطين بلة، لأنه نلاحظ كل يوم الأعوان البلدية يحاولون تعقيم الشوارع والمساحات، ويأتي المواطن اليوم ليقوم بذبح أضحيته في هذه المساحات فتكون الكارثة على ما أظن. أستاذي، نقول لك كلام وأنا مسؤول عليه. نعم، تفضل.
لجنة المتابعة تاع الكورونا فيروس في وزارة الصحة كل يوم تم التعليمات ما فيها لا تطبيق لا ولو. لجنة الفتوى وزارة الشؤون الدينية أعطت أوامر ما راحش يطبقوهم، والله لتكون العيد والله لتكون كارثة. الناس ما راحش تلتزم ولا تكون في انضباط، مستحيل. ما لازمش نطيحوا في الفخ. واش راح العيد هاد السنة راح تكون في القلب، أنا رأيي شخصي لازم تكون في القلب، لأنه العيد تروح وتولي، ولكن الأرواح إذا الأرواح ذهبت راحت ما توليش. نعم. اليوم رانا في مأساة وطنية، أفقدنا أكثر من 1000 مواطن جزائري. نعم. كيفاش نخمو فيهم اليوم؟ كيفاش هما راحين يعيدوا؟ كيفاش الجيران ديالهم هما راحين يشوفوا؟ واش من القلب يعطيك تعيد؟ ولا رانا في مأساة ونروحوا نعيدوا؟ نعم. ما قدروش، مستحيل. يعني هذا بغض النظر على الجانب العلمي والطبي. بالفعل مستحيل أنا العيد أنا هذا العام نديرها في قلبي. نروح نشري شوية لحم ناكلو خلاص جاست العيد. العام الجاي ربما نفرحوا أكثر. ولكن كاين ناس ربما أنا لا أخ أنت ما على بالناش. منا الغدو ما تعرفش واش يصرى. لهذا يعني لازم ما نطيحوش في خطأ. الناس راح تشري ربما تقول ربما كاين الجزائريين راح يلتزموا يشري الكبش ويدير ليغو ويدير لابافيت شحال راحين يطبقوا هاد الامور ما يطبقوهاش نزيدوا نطيحوا في فخه واحده اخرى نزيدوا ثاني نعانوا احنا كاطباء والله لا كفانا يعني ما رانيش راح نفتي ونحن نشاهد هناك الان من اشترى اضحيه العيد ويعطيها الاولاد ويعني كالعاده والسلام نهار العيد والزيارات وزياره في المقابر راح يولي النفس الميم بروبليم راح نطيحوا في فخ على لو ميم بروبليم. نعم. يعني لذا يعني لازم تكون يعني نوع من التحسيس انتم كاعلاميين لازم يعني مازال 15 يوم ان شاء الله لازم يعني الامور لازم تتوضح اكثر. لا. لانه ما من مدوا تعليمات تاع وسمو تقدروا تذبحوا التطبيق البروبليم تاع لي زالجيريان في التطبيق التطبيق. نعم. نعود لك استاذ بلال رايك من هذا المنبر حسب الامر احنا ما راناش هنا باش نعقبوا على بيان الوزارة الوصية. نعم. وعلى رأسهم لجنة الفتوى علماءنا مشكورين على عملهم الجبار منذ بداية هذه الجائحة ما رانش أنا باش نعقبوا على البيان وإنما لجنة الفتوى بيانها كان واضح بيان عام فصل في الجانب الشرعي في المسألة وفي الجانب الصحي والجانب الاجتماعي طيب هما البيان باش داروه علماءنا ومشايخنا كان بالتنسيق اجتماع دوري مع اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا باش خرجوا بهذا البيان معناتها كان مدروس الجانب العلمي والجانب الشرعي الجانب الشرعي كرسالة نلحقها لإخواننا المواطنين الأصل في الأضحية تقرب إلى الله عز وجل وتحقق منزلة التقوى الله عز وجل قال في سياق الآيات الوضحية من سورة الحج لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يستنى منا أنه هذه الأضحية درتها باش نقرب الله عز وجل ونخاف ربي ونتقي الله فصلي لربك ونحر التقوى شنو هي الخوف من الجليل تخاف من ربي ما دام تخاف من ربي تخاف باش ما تديرش امور اللي راها تعدي بها الناس فبيان الوزاره راه واضح لجنه الفتوى الوزاريه راه واضح اعطالك احسم لك المساله اعطالك الخيار قال حكم الاضحيه في مذهبنا مذهب الساده المالكيه هي سنه مؤكده سنه عين على القادر اذا ما درتهاش عندك البديل عندك البديل انك تنوي ان تحبي تضحي لكن هذا العام حاله استثنائيه ربي وشافك باللي صدق بثمنها الفقير اللي ما صابش باش ياكل وكذا وراك ماجور في هذا العمل بالعكس ما تأتمش بالفعل لا تؤتم بهذا الفعل اذا انت الايمان تاعك قال لك لا لازم نذبح هذا العام اذا لازم تذبح هذا العام لازم تحب في الشروط اذا خالفت هذه الشروط اللي داروتها لجنه الفتوى الجانب الشرعي راك مخالف للشرع إذا خالف الشرع راح تأتم. نعم. احنا ما نبيوش راسنا قال احنا عندنا عرف تاعنا في الأحياء السكنية يذبحوا لومبيونس هذيك الجو العواشير ما شاء الله فين نفرحوا ونحبوا نفرحوا وكذا لكن هذا العام حالة استثنائية كانت في صلاة التراويح في رمضان كانت في صلاة العيد وحتكون كذلك في عيد الأضحى الله غالب هذا واقع
صح نحبوا الكباج ونحبوا نفرحوا اولادنا ونحبوا كما كنا نفرحوا صغار نحبوا نفرحوا وكذا ونتقربوا الى الله وكذا، لكن عندنا جائحه، عندنا واقع راه مفروض. فلجنه لجنه الفتوى مشكوره اعطات الجانب الشرعي تتقرب الى الله عز وجل. حاول كيفاش تقرب، عندك الضوابط الشرعيه الوقايه، والوقايه هذه تبدا وتحمل مسؤوليه امام الناس وامام الله، تبدا ملي تحشي الكبش تاعك نعم، بحيث ترتدي الواقي القفازات في اليد تاعك، اعرف كيفاش تشري. وكما تفضلتم الان كاين بديل، اعطاته اللجنه الوزاريه، كاين بديل المذابح كما في الهدي في الحج. هل الهدي في الحج لازم نروحوا نذبحوا؟ لا، عنده كاين بديل، وهذه فرضتها السلطه انك ما تذبحش. كاين مكاتب وشركات خاصه تروح تشري البون تاعك تشريه وراك داير ثقه تنذبح بينهم وبين مولاهم. كذلك اليوم رانا فتحنا البديل لهذا الامر بالهاتف، تشريك باش تخيروا تروح تخيروا لا دير ثقه باش يخيروا لك الاضحيه تاعك ويذبحوها لك ويجيبوها لك. انا شجع مؤسسات مصغره للجزارين، نعم خاصه في هذا الظرف جزارين، وزيد البيان لجنه كذلك الاشتراك في في, في 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 الاجر في الاضحيه، ماشي كاع لازم نحضروا للذبح، يذبحوها عنه رب البيت، يذبحوها عنه وعن اهل بيته. نعم، فهذا الامر الله غالب هذا العام جائحه، لابد الامتثال لهذه الاوامر الشرعيه والاوامر القانونيه. لانه كما تفضل الان البروفيسور قال لك هل سنلتزم بهذه الاجراءات؟ هذا هو المشكل، التطبيق. انا هذا واشني خايف، يعني اللجنه الوزاريه يعني والله العظيم غير ما خلت حتى نقطه الا وفصلت فيها، مشكورين بارك الله فيهم. نعم، ولكن انا خايف. انا بينت لك الحكم الشرعي كيفاش تشري، كيفاش تشرك في الاجر، كيفاش تشرك في ثمن الاضحيه اذا كانت من ابل ومن بقر، توكل في البطور يذبحوا له كذا. كنت في الاحياء الشعبيه تهبطل في الدروج وتذبح، كيفاش؟ مستحيل راح يكون يعني التزام وانضباط، مستحيل. وحنا نامل انه مازال ما طاح الفاس بالراس، مازال وقت تفصلنا على عيد الاضحى تقريبا 17 يوم كذا. تحسيس. ان شاء الله الناس تلتزم، لازم يكون تحسيس. الجانب الاعلامي، الجانب الايمه في المساجد. نعم، خليت انا بسمحوا لي بكيف. ومن ذلك عدم الذبح في الشوارع والطرقات، هم يقولوها يعني واضحه هذا هم قالوها. علاش ما نمنعوش الذبح في الطرقات والشوارع؟ لابد ما نقولوش عدم الذبح مكتوبه، ولكن نمنعوا اللي عنده فيلا وما شاء الله ويذبح في الفيلا تاعو ما يهمش. تاع كل واش كنا الظاهره كنا نشوفها في العام اللي فات في الطرقات والشوارع ممنوع هذا العام. ضيوفي الكرام، يبقى فقط دقيقتين من زمن البرنامج، في بالمختصر كلمة أخيرة نبدأ بك بروفيسور جيجيك. شكرا أخي الكريم، والله نزيد نعاود نقول، قلنا الأسبوع اللي فات، إما القناع الواقي أم قناع الأكسجين. الناس بيفهم المواطن رانا في ظرف خاص وظرف خطير وظرف حرج، ولازم نخففوا الانتشار تاع هذا الوباء بالوقايه، بالتباعد الجسدي، بالكمامه، بغسل اليدين، ولازم نتفاداو الاجتماعات هذو في الاعياد، في المناسبات، في الاعراس، لازم نتحلاو بالانضباط. نعم. اللي حبينا نسيطروا على هذا الوباء. نعم، بروفيسور سبتي. يعني ان شاء الله من هذه الجائحه ان شاء الله يعني نخرجوا بايجابيات. لأن السلبيات رانا نشوفوا فيهم، يعني الذهنيات المواطن الجزائري تتبدل، ونبني جزائر جديدة، وإن شاء الله نكونوا على يقين. السلام عليكم. إن شاء الله. أستاذ بلال، نقطتين نختم بهما. النقطة الأولى أن الله عز وجل ولاطف بينا، ما راناش كيما الدول واحد اخرى اللي تفاقم فيها الوباء ولحقوا العشرات الالاف الاصابات الحمد لله. انا نشوفها الحمد لله، هذه نعمه تستحق شكر الله عز وجل. سبحان الله، ان الله عز وجل لطف بينا، فما دام لطف بينا ما نستناوش احنا حتى تفاقم الامور باش نقولوا طفرت. نعم، فما دام ربي ولطف بينا لازم نكونوا في المستوى، الاجراءات الالتزام التباعد لازم نكونوا في المستوى السلوك الحضاري. والنقطه الثانيه انه نامل اننا نخرج بعد عيد الاضحى باقل خطر. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نامل نفرحوا بالعيد، نفرحوا بالاضحيه تاعنا اذا كانت اضحيه، في نفس الوقت نخرج باقل ضرر، باقل خطر، هذا الذي نامله. وببساطه الالتزام بالشروط الصحيه الوقائيه. شكرا الاستاذ بلال بن عمروش، شكرا بروفيسور جيجي كريضا، وشكرا بروفيسور ثابتي، كما أشكر مخرجة البرنامج صبيحة حسناوي والمشرف لطفي سلمي وكافة الطاقم الذي خدمكم في هذا العدد. أشكركم أيضا مشاهدي الكرام، على أمل اللقاء بكم مجددا في
في أمان الله.